لا يا بنت عندك حق. شفتي؟ شفت يجنن، ذوقك حلو قوي. كل حاجه فيه تجنن يا نوال، شخصيته، لبسه، ضحكه. مش عايزه اقول لك لما عينيه بتيجي في عينيه، يا لهوي، ده الراجل اللي بحلم بيه طول عمري يا نوال. بس بصراحه ناقصه حاجه. ايه؟ فلوس الحاج فرج. الحب عندي اهم من اي حاجه. وبعدين خلي بالك ماجد مش ميح يعني. طب هتعملي ايه مع خليل اخوكي والعريس الخليجي اللي كان جايبه لك؟ غير هو ما فكرنيش بالشبح اللي دخل عليا. يا بنتي ده في ناس كتير بيتجوزوا بالطريقه دي وبيصمموا ياخدوهم معاهم ويسافروا. بصراحه الراجل ما لحقش يقول لي حاجه خالص. صدقيني انا واحده قريبتي عملت كده، عمل لها البحر طحين عشان تسافر معاه. وبعدين ايه اللي حصل؟ اول حاجه يا ستي راحت هناك لقيته متجوز ثلاثه. يا نهار اسود. ثانيا شغلوها زي الخدامه، وطبعا هو لما خد مزاجه منها طلقها ورجعت لنا بشنطه هدومها. يعني ابن العفريته ده كان عايز يعمل معايا انا كده؟ امال انت فاكره ايه؟ انا كنت جبت كرش هو والثلاثه اللي معايا. اموره، هو في حاجه مضايقه الحاج؟ امال احنا جايين ليه؟ الحاج هو اللي بعتنا عشان نشتكي لك. خير، حصل ايه؟ احنا مبنى هي اللي اسمها زهرة، مبنى يعني بالمرة الحاجة مش طيقها خالص. زهرة؟ وهي زهرة عملت ايه؟ يعني احنا بالظبط ما بنعرف شو رساوته. هو الحقيقة احنا مش عارفين هي عملت ايه بالظبط، بس هي دي بقى اوامر الحاج. ويا ريت يا ست الريسة تشوفي له ممرضة كده تكون من سننا. انا كنت فاكرة ان الحاج مبسوط معاها. مبسوط ايه؟ لا ده مش مرتاح معاها خالص، دي صحته كل يوم في النازل. وهو الحاج ليه ما قاليش حاجه زي كده بنفسه؟ يعني الحجي هو مو من عادته انه يؤذي حدا بالمره، يقبر قلبي بيستحي كتير. وبعدين يا اختي احنا مراتاته وبنقول لك اهو. وبعدين البركه فيكي بقى، هو انت يا اختي مش يهمك راحه الحاج. بالراحه يا حاج. ربنا يريح قلبك. والله انا مش عارف اشكرك ازاي. ربنا يكرمك. تعبت معايا يا زهر. ما تقولش كده، تعبك راح. ايوه ست الريسة. حاضر الحاج حالي. حاضر. رايحه فين؟ ست الريسة عايزاني. عايزاك يعني؟ طب ما تجيلك هنا. تجيلي ازاي يا حاج؟ بقول لك الست الريسة. طب وايه يعني؟ فيها ايه يعني ما الريسة تجيلك هنا؟ انا ما قلت تجيلك يعني لازم تجيلك. معلش هروح اشوف هي عايزه ايه وهرجع لك على طول. ما تتاخريش عليا. حاضر. وحشت. الحجينه؟ لا صاحي. مدام صاحي سايباه لوحده ليه؟ تقبريني وشنو خلاكي تطلعي؟ اصل ست الريسة طلبوني. طب يا حبيبتي ما تتاخريش عليه، انت عارفه انه ما بيقدرش يستغنى عنك. لا ما انا رايحه وجايه على طول. روحي يا حبيبتي. هتستلقى وعدها. ايوه ست الريسة. انت من النهارده هتنزلي قسم الاطفال اللي في الدور الاول. قسم الاطفال؟ ايه مالك؟ لا ابدا مفيش، انا كنت بس فاكره ان الحاج فرج متمسك بيا. ومين بقى اللي قال لك كده؟ ده على اساس ان مفيش ممرضات غيرك هنا في المستشفى؟ لا في طبعا. طب خلاص يبقى تنفذي اللي بقول لك عليه. حاضر، بس ممكن اعرف ايه السبب؟ دي تعليمات الاداره. في حد يعني اشتكى مني؟ وبعدين معاكي بقى، انا مش عايزه اقطع عيشك. كتر خيرك واتفضلي بقى روحي شوفي شغلك، بس تحت مش هنا. عارفه مين اللي ورا الموضوع ده؟ مين يا رب؟ مرات الحاج فرج. ليه؟ وانا كنت عملت لهم ايه يعني؟ انا سامعاهم بيقولوا للريسه ان الحاج عايز يغيرك وانك انت مش مريحاه. بقى الموضوع كده. على العموم هم عملوا فيا طيب. عملوا فيكي طيب ازاي؟ والبقشيش اللي بتاخديه؟ كل شيء نصيب يا امان. انا اصلا الراجل اسمه فرج ده ما كانش نازل لي من زور. ايه؟ كان بيبصبص لك؟ كان عايش لي في دور كده يا اختي ملياش فيه. بس بيني وبينك يا زهره الراجل ده مليان قوي. بس انا بحب يا نوال، بحب. ايه بقى الكلام اللي بيودي ولا بيجيب ده؟ شيختي انا في الاول كنت بقول زيك كده، بس ما كنتش اعرف ان الهوا غلاني. ايه؟
قلبك اتعلق بالطيار؟ انا ما كنتش مستحمله اللي اسمه فرج ده غير عشان حاجه واحده. انا كنت بشوف عنده ماجد. ايه الحكايه يا منتصر؟ فين زهر؟ ما جتش تديني حقنه ليه؟ انا سالت عليها يا حاج ما لقيتهاش. يعني الزهر تقريبا عندها مهمه تانية اهم مني؟ معقول الكلام ده؟ يا حاج ما هو جايز فيه مريض تاني حالته خطر ومحتاجين له. خطر ايه بس؟ مش اخطر من حالتي، ده انا الجرحه لسه ما قفلش. يا حاج بعد الشر عنك، ده انت الحمد لله دلوقتي بقيت زي الفل. انا بتكلم جد يا منتصر، طول ما زهرة بعيد عني انا حالتي زي الزفت. ما هو احنا كمان يا حاج ما نقدرش نشيل في نظام المستشفى. مش شغلي، اتصرف. يعني انت محتاجها يا حاج؟ اه طبعا محتاجها. بقول لك انا حالتي خطيره، خطيره جدا، الجرحه لسه ما قفلش، خليها تيجي تبص على الجرح. لا يا حاج، ما دام حالتك خطيره قوي كده هندهلك الدكتور بقى. دكتور ايه يا بني ادم افهم، انا بقول لك عايز زهره، حالتي مش هتتحسن الا لما تيجي زهره. الله، انت مش عايز تفهم ليه؟ بعد اذن حضرتك. ايوه يا فندم. ما تعرفيش الاقي الممرضه زهره فين؟ هتلاقيها في جناح الحاج فرج يا فندم. ايوه انا لسه جاي هناك ما هياش موجود. هتبقى خلصت الورديه بتاعتها ومش شكرا. العافيه. على فين يا استاذ ممنوع؟ ممنوع ايه ساعتها؟ انا كنت لسه جوه دلوقتي. في ايه؟ وكيل النيابه بياخد اخباره جوه. ايوه بس انا مدير اعمال الحاج فرج، انا متصل بكم. والبيع وكيل النيابه مانع اي حد يخش جوه. في ايه بالظبط؟ شوف يا حاج، دي تاني مره اجي لك وحضرتك مصر انك ما تتهمش اي حد. ما انا هتهم مين يعني؟ مفيش حد يستاهل. مالكش اي اعداء؟ لا يا حضره الوكيل، انا الحمد لله الناس كلها بتحبني وبحبهم. ما سمعش انك شفت الشخص اللي اطلق عليك النار قبل كده؟ انا مش متعود ابص لحد. السواق بتاعك بيقولوا انهم كانوا قريبين من العربيه اللي انت كنت راكبها. انا لا مؤاخذه يا حضره الوكيل، لما اكون راكب العربيه بتاعتي لا ببص يمين ولا شمال، يا اما بتكلم في المحمول مع حد من الموظفين بتوعي، يا اما في حزمه في دماغي بدورها. امال تفتكر اللي ضرب عليك النار كان عايز يقتلك ليه؟ انا شعرفني، ما تسالوهم، انا كمان نفسي اعرف. ما احنا كمان ما نعرفش هم مين عشان نسالهم. خلاص، يبقى مفيش غير ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعرف. طيب يا حاج، في اقوال تانية تحب تضيفها؟ شكرا يا حضره الوكيل، لو عندي حاجه كنت قلتها لحضرتك. يا بيه الاستاذ كان مستغرب انه يدخل، قول شغال مع حاج فرج. حضرتك بتشتغل معايا؟ زي ما تقول حضرتك كده، انا مدير اعمال الحاج فرج. الحاج فرج بيقول ان ملوش اعداء، الكلام ده رايك فيه ايه يا استاذ منتصر؟ منتصر الكومي ساعتك. نفتح معدل يا فندم؟ لا مفيش داعي دلوقتي، احنا بعدين هنستدعي الاستاذ منتصر ونسمع اقواله. مساله مش محتاجه يا فندم استدعاء ولا سماع اقوال، كل اللي قاله لسعادتك الحاج فرج صحيح. يعني انت عارف كل اللي قاله الحاج فرج؟ مش سعادتك سألته إذا كان ليه أعداء ولا لأ؟ قالك لأ. يعني أنت عارف إنه قال كده؟ طبعًا يا فندم، لأن هو في الحقيقة فعلًا ملوش أعداء. أنت كنت معاه في العربية لما انضرب بالنار؟ طبعًا لا يا فندم. تفتكر مين يا أخ منتصر له مصلحة إنه يفكر في قتل الحاج فرج؟ أكيد واحد ما عندوش ضمير. عمومًا لو احتاجنا لك هنبعت لك. براو عليك يا منتصر، بس انا بصراحه بقى كنت خايف لسانك يتدلق وتقول لهم حاجه. عيب يا حاج، ده انا تلميذك. هنظهر هنلعب معاهم واللعبه هيطول قوي، مفيش مانع انا جاهز، بس لا يمكن حطاطي راسي، لا هدفع لهم ولا هشاركهم. يا حاج يا حاج انا خايف عليك، دول ولاد ابالسه يا حاج، والحمد لله المره دي جت سليمه. شوف يا منتصر، انا راجل والحمد لله مؤمن قوي بالله،
وعارف ان مفيش حد هيموت ناقص عمر، يعني اللي يريد لربنا يعيش هيعيش غصب عنهم حتى لو ضربوا عليه مدافع. من بكره حق برضه هيأيدوا الجريمه ضد مجهول. على رايك زي ما هيأيدوا حريق المخازن اللي احنا ولعناها. على راي المثل الحسن اخو الحسين. خلينا في المهم، لقيت زهره. كابتن ماجد، كابتن ماجد. ايوه. انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا صاحبه زهره. اه افتكرت، اهلا وسهلا. انت جاي عشان زهره افندم؟ قصدي يعني انت جاي عشان الحاجة فرج؟ اه طبعا. اصل زهره مشيت. مشيت؟ مشيت فين يعني؟ سابت لي مستشفى ولا؟ ما تتخضش قوي كده، هي خلصت الورديه بتاعتها وروحت. يعني هي مش موجوده مع الحاج؟ لا، ومش هتشوفها مع الحاج تاني. الله، ليه يعني؟ هو الحاج هيخرج من المستشفى ولا ايه الحكايه بالظبط؟ لا، اصل في ناس وحشين وقعوا ما بينهم فنقلوا زهره. نقلوها؟ ناس مين دول؟ قلت له يا نوال مين اللي عمل فيه العمله السودا دي؟ الا قلت له. طبعا قلت له. يا عينو وشه راح مليون لون لما عرف انك انت اتنقلتي. بجد يا بنت يا نوال؟ صدق يا بنت، صعب عليا، صعب عليا قوي. مش الواد قمر لما عرف بقى قمرين؟ اخص عليكي بقى يا بنت يا نوال، ما تخليهوش يصعب عليا اكتر من كده. ولما انت بتحبي قوي كده هو بيحبك، ما بتقولوش لبعض ليه؟ عايزين نعمل ايه بس يا نوال؟ كل واحد فيكم يقول للتاني على الضمير. مستنيه لما هو يقول الاول. هو باين عليه من النار بيتكسف قوي قوي. عمري في حياتي ما شفت لا ارق ولا اجمل من كده. والحاج مش راقي؟ ده كفايه فلوسه. شش، متفوقينيش، خلينا نتكلم عن ماجد. ماجد ايه؟ هو انت فاكراه هيسيبك يا حبيبتي؟ ده البتاع اللي شغال معاه داير عليك المستشفى كاني تايه منه عيل. ليه هو تايه؟ احنا ليه تايهين مع ماجد؟ كلميني عن ماجد. قولي يا بت. يا بت فوقي بقى، في حد يجي له الفلوس تحت رجليه ويرفضها؟ كل اعوذ برب الفلق. يخرب بيتك الله. ايه حكايه الفلوس دي بقى اللي بتتكلموا فيها من الصبح؟ يا قاعدين يفكوا شر الجهيل. ازيك يا رواق؟ اهلا، ازيك يا اخويا، عامل ايه؟ ايه الحكايه الفلوس ومين الحمار اللي استغنى عن فلوسي كلها؟ انت طبعا. يوه، ما اقصدش يا اخويا، اقصد يعني ان انا كنت بحكي لها ان انت ما رضيتش تاخد خلوه ورجل في البت بديعه وتجوزها للراجل العربي ده. كانتها دامت ايام الراجل العربي دي، خليت فيها عربي ولا انجليزي؟ فخلاص بخ، زمان دلوقتي طفش وفي واحد تاني غيري لاف عليه، جوزه بنته ولا اخته ولا امه حتى. معقوله يا خليل؟ لا يا اخويا، انا ما صدقش ابدا ان انت تاخد خلوه في بديعه وتجوزها واحد تاني غيرك. ايه ايه يا زهره الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا، خليل، خليل طول عمره اللي انا اعرفه ان هو بيحبها وهي بتحبه. ايه ما تعرفنيش كويس؟ طبعا بنحب بعض انا وهي، قاعدين انا وهي على فرع كده وبنزقزق زي العصافير والندى نازل علينا. انت هتقول لي؟ طبعا، العيله كلها حبيبه. ايه ده؟ ايه بتحب زهرة ولا ايه قاعدة على الفرع كده بتزقزق زي العصافير زي؟ انا يا اخويا بزقزق ولا بقعد على اي فرع، انا مرميه على الكنبه قدامك اهو. معلش والنبي سيبنا بس شويه، اصل احنا كنا نتكلم في الشغل. شغل؟ شغل انت وهي؟ ايه خلاص مسكتوا وزاره الصحه؟ انتوا هيلا اخركم تجبسوا رجل ايد تغيروا على دمل. وبعدين زهرة انا شامم ريحه مش كويسه. انت لازم تشم يا خليل، مش يا اخويا بتشتغل في مصلحة المجاري؟ بقولك ايه، ريحتك طفحت علينا، معلش شوية كده. بقولك ايه، كملي، هو ماجد كان لابس ايه؟ تفتري ده ايه يا حليمة؟ دي ممرضة بتأدي واجبها زي أي حد تاني في المستشفى وما عملتش حاجة غلط. واللي بتأدي واجبها دي زي ما أنت بتقول تبقى خطفت رجالة؟ ايه؟ خطفت رجالة؟ زهرة خطفت رجالة؟ ايه؟ خطفت رجال، والدليل بان الحجي من وقت ما شافها بزت عيونه لبرا ولا عطايني ولا طايق فهيمي. انتوا غلطانين يا جماعه، الغيره المبالغ فيها من ناحيتكم على الحج من اي واحده بتقرب منه هي اللي بتلفت نظره اكتر واكتر. انت ما بتعرفوا ولا الحجي جاء على باله يجيب صبي. ايوه بس انا مش خايفه غير من الممرضه دي اللي ما تتسمى، اللي اسمها زهره، شكلها كده ما يطمنش. يا ست فهيمه بصراحة أنتوا غلطتوا لما حاولتوا تبعدوها عنه. أنا فاهم الحاج فرج كويس،
الحاج ده عامل زي العيل الصغير، طول ما اللعبة قدامه هيزهد فيها، لكن لو حد فكر ياخدها من قدامه هيشبط فيها أكتر وأكتر. شو نسوي له يعني؟ يعني هنستنى لما الفاس تقع في الرأس؟ فاس إيه ورأس إيه؟ نفترض إن الحاج معجب فعلا بزهرة وبيحبها وعايز يتجوزها. طب زهرة دي ملهاش قلب؟ ما عندهاش مشاعر خاصة بيها هي؟ شو اللي بدك تقوله؟ حتى لو كان الحاج فرج متأكد إن هو لو اتجوز زهرة هيخلف منها ولد، مش جايز زهرة عينها من حد تاني أو بتحب حد تاني، مش جايز هي ما بتفكرش بالطريقة اللي انتوا بتفكروا بيها. عموما يا أخويا خلاص، أهي غارت في 60 داهية والحاج مش هيشوفها تاني أبدا. تفتكروا؟ أي 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 فين زهرة؟ ما جاتش النهاردة ليه؟ الحقيقة مش عارفة يا حاج. إيدك تقيلة قوي، يخرب عقلك، أنا حسيت بشنيور بيشك في جسمي. هو إيه اللي حصل بس يا حاج؟ حصل بوظان. أنتوا يا جماعة اللي هنا، حد يرد علي، حد يعبرني. إيه المستشفى دي؟ مالك يا حاج في إيه؟ في مصيبة، في بوظان. مين المسؤول عن المستشفى البايظة دي؟ فين زهرة؟ هاتولي زهرة. هو مش حضرتك يا حاج قلت إن إحنا نمشيها؟ وأنا جبت لك أحسن ممرضة هنا. مين بقى اللي قال لك كده؟ انا قلت انكم تمشوها. مدام حليمه وفهيمه جم وقالوا لي انك مش طايقها. يا الحكايه بقى فيها حليمه وفهيمه اللئيمه. دول قالوا لي ان حضرتك محرج من الموضوع ده وانها بتوجعك لما بتديك الحقنه. بتوجعني؟ حقنه زهره بتوجعني؟ طب ده مفيش حد في مصر كلها بيدي حقن زيها. دي ايدها زي الريشه. طب دي وهي بتديني الحقنه كاني بسمع اغنيه من اغاني ام كلثوم. ايه راي حضرتك بقى ان انا عايزك ترجعيني زهرة حالا دلوقتي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجد انت بتشتغل معايا زي قلتك. ليه يا حاج لا سمح الله انا قصرت في حاجة؟ ازاي مصيبة زي دي تحصل من ورا ظهري؟ ازاي تسيبهم من ايله زهرة؟ لا لا، الحاج في الحكاية دي عنده حق. ها ازاي تنقلوها؟ والله احنا نفذنا كلام مدام حليمة ومدام فهيمة. والله عال، هي حليمة ولفهيمة اللئيمة هما اللي بياخدوا حقنة؟ أنا اللي باخد الحقنة. هدي نفسك بس يا حاج، أنا والسيستر هنتصرف في الموضوع ده. شوف يا ستي، أي حاجة تقولك عليها مدام فهيمة أو مدام حليمة تخص الحاج لازم ترجعيله الأول، يعني تخلي صلتك منك للحاج على طول. صح، أول مرة تقول كلام يجي منه. اتفضلي بقى يا رئيسة، حضرتك تبعتي لي زهرة حالا. حاضر يا حاج، من عناية. يلا يا قلبي. استنى، هما ادولي كام؟ كام إيه يا حاج؟ بقشيش يعني، قولي ما تكسفيش. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حاج؟ هو انا برضو بتاعت الحاجات دي؟ ما هو لما قلتليش هم هيقولولي. ادوني 200 جنيه. بقى ادي زهرة ب 200 جنيه؟ ليه ترخصيها كده؟ منتصر، ادي الرئيسة 500 جنيه. 500 جنيه؟ اتفضلي. متشكرة قوي يا حاج، ما نحرمش منك ابدا. يلا يا ألفت. استني يا ألفت، ودي ألفت كمان 200 جنيه برضو. ما ننحرمش منك يا حاج. خد يا ألفت، خد وادعي للحاج. ربنا يخليك يا زهرة. ايه؟ بعتولي زهرة. يا حاج معقول يا حاج تدفع 700 جنيه عشان ترجع حتة ممرضة؟ وادفع 700 مليون كمان بس زهرة ترجع لي؟ ثم انت مالك يا اخي؟ انت بتدفع من جيب اهلك. زهرة، اشمعنى؟ ما تتريقيش، الراجل هيتجنن عليكي. انا يا اختي لو كنت هرجع فوق تاني هرجع عشان حاجه في دماغي. عشان ايه؟ عشان البقشيش؟ بقشيش ايه يا هبله؟ وانا مخليه في الدور هنا. امال عشان ايه؟ عشان اشوف ماجد. عايزه رايي؟ يا حبيبتي انت عارفه انا ما بعملش اي حاجه من غير رايك. ما ترجعيش. يلا يخرب بيتك. الله، اسمعي كلامي. ايوه بس انا عايزه ارجع عند الحاج تاني عشان اشوف ميدو وهو بيزول. يا بنت انا عايزاكي تتقلي، عايزاكي تنشفي ريق. وانت فاكره يعني اول مره ترجعي هرجع على طول كده؟ لا طبعا، انا عندي كرامه. وبعدين يا اختي انا زهره، لما تعوز تبيع تبيع وتكسب، ولما تعوز تشتري تشتري وكمان تكسب. انت طلبتيني يا ست الرئيسه؟ ايوه يا زهر، بصراحه انا اسفه جدا، واضح ان حصل سوء تفاهم وترجع قسم الجراحه تاني. ليه؟ هو قسم الاطفال وحش؟ معلش بقى، دي كانت تعليمات وغصب عني. تعليمات مين؟
تعليمات الحاج فرج ولا تعليمات الست فهيمه وحليمه؟ هم فاكريني ايه؟ عبد عندهم؟ اطلعي اطلعي انزلي انزلي. لا معلش بقى، انا بشتغل هنا بضمير احسن من اي واحده بتشتغل في المخروبه دي. مخروبه؟ انت بتقولي على المستشفى اللي بتشتغلي فيها مخروبه؟ ايوه مخروبه، والشغل فيها كمان يقرف. مش كده يا زهره، ما تغلطيش. وبعدين يا ستي هو مين زعلك؟ بعد كل اللي عملتيه فيا ده مين زعلني؟ تقدري تقولي انت نقلتيني ليه؟ ودلوقتي عايزه ترجعيني ليه؟ ليه؟ من كتر حبك فيا وخوفك على مستقبلي يعني؟ صدقيني يا زهره، انا زي ما قلت لك، انا مش بايدي. انا صحيح الرئيسه، بس الكلمه الاولى والاخيره هنا لزبون المستشفى. انا بصراحه مش عارفه ليه مدامات الحاجه قالوا لي ان هو مش طايقك ومش عايزك هنا خالص. خلاص، طالما الكلمه هنا لمدامات الحاج بقى يبقى لمؤاخذه، انت ست مش ماليه مركزك. يا زهره يا زهره، احنا كلنا هنا تحت امرهم علشان محتاج لهم. ايوه بس احنا ناس عندنا كرامه، والمفروض ان انت الكبيره بتاعتنا اللي بتحافظ على كرامتنا، مش بتدوس عليها. عن اذنك زهره. افندم، ممكن نتكلم مع بعض شويه؟ سيبك. مين؟ واحد جايب لك فرصه هتعوضك عن كل التعب اللي شفتيه في حياتك. فرصه ايه وتعب ايه؟ عن اذنك. لحظه واحده، انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. هتفهمي كل حاجه لما نقعد ونتكلم مع بعض. بس انا مش فاضي دلوقتي. ايه يا رئيس؟ فين زهر؟ ما جبتهاش معاكي ليه؟ متاسفه يا حاج، مش راضيه. نعم يا اختي، سمعت حاجه يا منتصر؟ دي حضرتك قلتي حاجه؟ انا قعدت اعتذر لها واتحايل عليها لما لساني نشف معاها، بس مفيش فايده. يعني ايه مفيش فايده؟ بقى زهره مش عايزه تمرضنا. انا الحاج فرج ابو اليسر اللي كل ممرضات مصر بحري وقبلي يتمنوا مرضوني، مش عايزه تمرضني؟ لا لا، الكلام ده مش مظبوط ولا ايه يا منتصر؟ يا حاج طبعا مش مظبوط. طبعا كلام مش مظبوط. قولي لي كده يا بنت الحلال، قولي لي بصراحه من غير لف ولا دوران. بصراحه بقى يا حاج، هي مش عايزه تشتغل في المستشفى من اصله. طبعا ليها حق. ليه بتزعلوها؟ دي انسانه محترمه وعندها كرامه، ولا ايه يا منتصر؟ طبعا يا حاج، من ناحيه محترمه وعندها كرامه. لا انا متاسفه يا حاج، انا بصراحه مش عارفه اعمل معاها ايه. خلاص روح لها انت يا منتصر، بس اعمل حسابك لو رجعت من غيرها يبقى تروح على بيتكم كده من بره بره. وفينها السفيره عزيزه دلوقتي؟ شوفنا نسمع صوت. صباح الخير استاذ منتصر. خير؟ هيجي منين الخير؟ ايه في ايه؟ اخبار الحاج ايه النهارده؟ اخبار الحاج ايه؟ يعني انتوا تعملوها وتيجي على دماغنا؟ ليش تقبرني شو صار؟ تقبرني؟ تقبرني؟ انتوا مش داخلين؟ خشوا بقى خشوا استلقوا وعدكم. شو عملت يا الزلمه؟ يا اخي زلمه ايه ودلوقتي كلام بالشامي؟ تعالى ما نشوف. بيقول لنا استلقوا وعدوكم. تعالى تعالى شوي شوي. يا زهرة؟ ازيك يا زهرة؟ ازيك يا ماجد؟ انت فين بقالك مدة ما شفتكش؟ مدة ازاي؟ أنا تقريباً أول امبارح شفتك هنا. أيوة بس أنت امبارح ما جيتش يعني. أنت ناسي إن أنا بشتغل طيار؟ وأحياناً الشغل بياخدني يومين وثلاث أيام، بس أنت ماشية بدري ليه؟ أصل بيني وبينك زهقت من الشغل في المستشفى هنا. امبارح نقلوني قسم الأطفال، والنهارده عايزين يرجعوني تاني قسم الجراحة. قال إيه الحاج مصمم عليا. بس هو ده كان مكانك من الأول يا زهرة يعني. أيوة بس الست حليمة وفهيمة هما اللي نقلوني. بيني وبينك يا ماجد أنا مش عايزة مشاكل خالص. قلت أخد أجازة بقى لحد ما يخرج من المستشفى الحاج. وهتسلمي كده ببساطة وتخليهم يشمتوا فيكي؟ إيه رأيك نخرج ونقعد في مكان هادي ونتكلم في الموضوع؟ موضوع إيه؟ الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه ده. ضروري يعني؟ ضروري. أصلك أنتِ ما تعرفيش أنا بحب الحاج فرج قد إيه، ومش عايزه يفتكر إنك رافضة تكون الممرضة بتاعته. قلتي إيه؟ قلت طبعا. انا ما كنتش عارف ان انت بتحب حاجة قوي كده. انا بموت في الحاج. اتفضلي.
أنا عارف إن أختي ومدام فهيمة زعلوكي، لكن بصراحة هم معذورين. المشكلة في الحاج، لما بيشوفهم بيحاول يغيظهم وحاول يصير غيرتهم. أيوة، بس أنا ذنبي إيه بقى يا كابتن ماجد؟ كابتن ماجد؟ ما بلاش كابتن، دي ماجد وبس. خلاص ماجد وبس. عشان خاطري بقى عايزك ترجعي للحاج. أيوة بس الحاج مش ناوي يجيبها البر، وبعدين بصراحة بقى أنا سمعت إن هو راجل مزواج. يا زهرة مفيش حد في الدنيا يقدر يتجوز واحدة غصب عنها، إلا بقى إذا كانت ظروفها سيئة جدا. في ناس كتيرة قوي ظروفها سيئة جدا تعمل حاجات غصب عنها. لكن اللي أقدر أقوله عن اللي بتعمل كده إنها زي اللي بتبيع نفسها. في ناس كتير جدا بتبيع نفسها عشان خاطر اللي في رقبتهم يعرفوا يعيشوا. ده يبقى نوع من الانتحار. إزاي إنسانة تتجوز إنسان تاني ما بتحبهوش ولا في بينها وبينه أي نوع من التواصل؟ المشاعر والأحاسيس مش كلام بيتقال، المشاعر والأحاسيس هي اللي بتدي حياتنا قيمة، ومن غيرها حياتنا ملهاش لا طعم ولا لون. بعدين في ناس كتير ما معهاش فلوس مع ذلك ما بيتنزلوش عن مشاعرهم وأحاسيسهم. أنا بقى بحترم الناس دي جدا. كلام حلو قوي، بس احنا في زمن صعب يا ماجد، زمن بيطحن بني آدمين. نغير الموضوع، أنا عايزك ترجعي للحاج، مش عايزه يزعل منك عشان خاطري، وهتكون بقى فرصة أشوفك. أنت شايف كده؟ أنا شايف كده. بعدين مش هي دي الفرصة الوحيدة اللي بقدر أشوفك فيها؟ أنت ما كنتيش أساساً عايزة تيجي معايا هنا لولا قلتلك هنتكلم في موضوع الحاج. أيوة بس إحنا ما اتكلمناش في موضوع الحاج وبس. صح، إحنا اتكلمنا في مواضيع كتير، لكن ما اتكلمناش في أهم حاجة لازم نتكلم فيها. اللي هي إيه؟ ما اتكلمناش عن نفسنا. لا لا، كل اللي في نفسك قوله، يعني اللي انت عايز تقوله قوله. طب مين فينا اللي هيبتدي، انت ولا انت؟ لا انا عايز اسمعك انت الاول. يبقى انت اللي تبتدي بقى. انا فاهم، انا عندي حق، قلت الاقي سيادتك مرزوع هنا وقفل تليفونك من الصبح ليه؟ مش فاهم. انا مساء الخير. مساء النور. لا ده انت المفروض تلمي تليفونك ده في النيل يا راجل. انت هتفضل قاعد هنا كتير؟ انا مرتاح كده. ما تقعد هناك زي الناس المحترمه. يلا سيبني. بعرفك على باشمهندس فريد مصطفى، زميلي في الشركة اللي بشتغل فيها. زميلك بس؟ ايه يعني، صاحبي وحبيبي واخويا واعز صديق عندي. ايوه كده تعبك، كمل بقى التعارف. زهرة ممرضة في المستشفى اللي رأيت فيها الحاج. وانا اقول الحاج طول في رقدته ليه؟ ده العيلة كلها اتضربت باين. ليك حق يا معلم، تنسى شغلك والمطار، دول دايخين عليك. تكلم جد؟ امال ايه؟ مؤاخذة يا مدمازيل، اصلهم بعتوني يجيبوا من تحت تقطيع الارض، بس انا بصراحه جيت هنا لا لقيت تقطيع ولا لقيت ارض، انا لقيت الجنه. انا حاسس ان انا في الجنه يا اخوانا. حيلك حيلك يا ابني، ايه ده انت داخل حامي قوي كده ليه؟ انا مش مالي عينك يعني؟ يا عم ما تفصلنيش، سيبني اقول الكلمتين اللي عندي. ده مش كلام، ده غزل وغزل صريح. لا حادي انت قوي، المهم انت بس جري على المطار يلا، اصل في طياره طالعه المطريه وهم مزنوقين قوي في طيار. بس انا ما عنديش شغل النهارده. ايه؟ لا ما هو اصل بس انا سمعت ان اشرف محمود عنده ظروف، عيان او خالته بتولد في حاجه يعني. يلا حبيبي يلا عشان هم مستنيينك. يلا ما اقدرش، لازم اوصل زهره الاول. مالكش دعوه انت، انا هوصلك. لا لا ما تتعبوش نفسكم، انا هاخد تاكسي واروح. لا تاكسي ازاي وانا موجود، انا هوصلك انا. لا متشكره، انا اصلا عندي مشاوير كتير جدا هعملها قبل ما اروح يعني. النبي لو رايحه كوت ديفوار هوصلك. اهو اصرارك ده هو اللي يخوف. ايه ده، مفيش ثقه ولا ايه؟ طبعا في ثقه في زهره، لكن انت الواحد يخاف منك يا اخي. ايه زهرة دي؟ دي يا ابني اسمها زهرة، افتح الزين. وبعدين لو ما عندكش ثقة فيا خلي عندك ثقة في نفسك. وانت خلي عندك شوية دم. ماشي. قول لي معاك فلوس ولا هسيب لك انا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مفزع، لو سمحت ما تعرفش الست زهرة الممرضة ساكنة فين؟ ست زهرة تمشي كده على طول في يمين البيت اللي في وشك. شكرا جدا. سلام عليكم. سلام.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا ترى فين شقة الست زهرة الممرضة؟ شقة الست زهرة فوق. هو حضرتك عايزها في حاجة؟ كنت عايزها في حاجة مهمة أوي. بعد إذن حضرتك. اتفضل. يا ترى عايزها في إيه ده؟ مين اللي على الباب؟ مش دي شقة زهرة الممرضة؟ أيوة هي يا أخويا، أيوة هي. طب ممكن اتشرف واعرف الأول مين بيكلمني؟ أنا والدتها. أنت مين؟ أنا من طرف الحاج فرج أبو اليسر. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مؤاخذة يا حاجة، أصل إحنا سألنا عليها في المستشفى، يعني قالوا لنا إنها مشيت. معلش يا أخويا، هي لسه ما جاتش. أنا مش قادرة أقول لك اتفضل استريح، أصل أنا قاعدة لوحدي والشيطان شاطر. الصراحة عندك حق يا حاجة. طب ما تعرفش يا أخويا هو عاوزها في إيه؟ عسل. قلتليش ايه رايك فيا بقى؟ لا انا كنت عايز اسمع رايك في ماجد. ايه، مش انت بتقول ان انتوا اصحاب من زمان؟ يلا اصحاب، وما كلمكيش عني ولا ايه؟ مش فاكر انه كلمني عني. تصدقي ان ده واد واطي. لا ما تقولش عليه كده عشان ما زعلش منك. لا لا لا، انت باين عليكي واقعه قوي. قالوا هو ابن حلال ويستاهل، انا على طول بحسده، بس المره دي اول مره احسده من قلبي. تحسده على ايه؟ حسده عليك انت طبعا. لا بقول لك ايه، انت فاهم غلط، انا اول مره اخرج معاه المره دي، وكمان عشان في ظرف جامد جدا، قريبه ده في المستشفى الحاج. ايه ده معقول؟ ده من كتره بيتكلم عنك افتكرتكم عاملين زي نور ومهند كده. بيتكلم عني بيقول ايه؟ لا مش هقدر اقول لك بصراحه، اصل دي اسرار بيني وبين صاحبي، واحنا متفقين محدش فينا يطلع سر التاني بره. ولا انت زعلتي ولا ايه؟ طب قولي لي انت ساكنه هنا؟ يعني فين بالظبط؟ عشان انا ليا بعض القرايب ساكنين في المنطقه. انا متشكره قوي يا باشمهندس، انا تعبتك معايا يعني اذنك. ايه الوش ده؟ علوم يعني دي فرصه سعيده قوي مدمزيل زهره، سعيده قوي قوي يعني بجد. يعني ايه المزه دي؟ هو في كده؟ على فكره بسم الله الرحمن الرحيم، عايز اقول لك ان اللعبه اللي انت لعبتها دي ما دخلتش عليا، ما فيش حد كان عايز ماجد في الشغل ولا حاجه، يبقى العب غيرها يا باشمهندس. ايه ده فساني كده؟ البت دي حته نمره. استاذ منتصر، انت ايه اللي معادك على السلم كده؟ اعمل ايه؟ مستنيك. اكيد خليها اخويا مش جوه. لا الحقيقه الست ودادك لوحدها جوه، وبعدين قالت لي ان الشيطان شاطر. يلا بينا. على فين؟ على المستشفى. بس انا واخده اجازه. ايوه ما انت ممكن تلغيه. طب والغيها ليه؟ يعني حاج رافض اي ممرضه تانيه، ولو رجعت له من غيرك ممكن يرفضني. يعني انت يرضيك تقطع عيشي؟ معلش انا اسف يا استاذ منتصر، انا ما اقدرش اجي معاك ابدا. خلينا بقى في اكل عيشنا. شوف يا اخويا الراجل، هو ايه اللي حصل بقى؟ البت راكبه العربيه جنب راجل غريب، عيني عينك كده قدام كل اهل الحته، وتقول لي هو ايه اللي حصل؟ ودي فيها ايه دي؟ بقى البت راكبه جنب الراجل وعامله نفسها هانم من الهوانم، وتقول لي دي فيها ايه دي؟ وبعدين معاك يا كيداو، انت مش هتشيل البنايه دي من دماغك؟ ما انت عارفه ان هي بتدي حقن للحي كله، ومحدش اشتكى منها. لا انا اشتكيت منها يا سي عباس، وجبت لها الحكومه لحد هنا. انت انت بقى اتقي الله يا شيخه بقى. الله، انت قاعدانا على السقطه واللقطه. ايوه يا اخويا، ده فعلها ده فعلها. ان شاء الله بقى هتروحي امتى عشان تعملي لنا لقمه ناكلها؟ ان شاء الله معنك اكلت. انا مش منقوله من هنا الا ما اعرف حكايه العربيه اللي ركبتها المقروصه دي ايه. ما احنا مش ملطخين على قفانا. الله،
طب وانا مالي؟ انا مش عرفني. حاجه غريبه قوي. هو انا يعني كنت ولي عمرها؟ والله انا تعبك معايا، مش عارف اودي جمالك دي فين. تعبك راح يا حبيبي. انتصر، ادي زهرة 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ليه ده كتير قوي؟ ايوه حق، يعني في بس مشكله صغيره كده، يعني الفلوس اللي معايا بعد اللي انا دفعته الصبح مش هتقضي يا حاج. بس الحركات البايخه بتاعتك دي، اتصرف، اديها شيك، استلف. لا مش الدرجه دي حد، كتر خيرك انت، جمالك مغرقاني. هو انت لسه شفتي حاجه؟ يا صباح الفل. كيفك اليوم يا حبيبي؟ شي اللي رجعك تاني؟ انت شو جابك لهون؟ ولا اقدر استغنى عنها؟ طبعا تقبرني، ما بتقدر تستغني عنها. مين لك اللي رجعها تاني مره؟ انا اللي رجعتها. وانت شو غالتك من هالموضوع؟ انا حر، كون في عنوكوا بقى انتوا الاثنين. انا مش عايز اشوف حد منكوا تاني هنا. بتقول مين اللي مش عايزه يجي عندنا؟ ايوه، استعبطي بقى واعملي نفسك مش سامعه. اعدلي السماعه اللي في ودانك. يلا يلا انت ويا، وروني عرض كتافكوا. اخس عليك يا حاج. طب ونطمن عليك ازاي؟ بالتليفون. بايظ معطل. بقول لكم ايه، اعملوا حسابكم، اي واحده منكم هتيجي هنا هترجع البيت تلاقي ورقتها. بالراحه بس يا حاج، في الاول وفي الاخر برضه مراتاتك. ايوه مراتاتك، بعد اللي عملوه معاك يا زهره. معلش يا حاج انا مسامحاهم. انا بقى مش هسامحها. يلا يلا انت وهي، هوني بقى هوني، بلاش تباتا. دون عليك يا حاج، دي اخرتها. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ يلا بقى مع السلامه، خنقتوني. طيب استني انت وهي. نعم. معاكوا 1000 جنيه؟ تبقى بابا معيد ما بتضحك. ده انا جايبه فلوس كتير قوي يا حاج، اللي انت عايزه 1000 2000 كل اللي انت عايزه. حلو قوي، كل واحده فيكم تدي زهره 1000 جنيه. شو؟ والله يا سيد خليل، لما طلبتني على التليفون انا جيت طاير من الفرح، افتكرت ان اختك وافقت عليك. يا ريت ابو عبد الله، يا ريت. صدقني قلبي ما قادر ينساها، لكن طلباتها كثير. تعرف انا لما تجوزت ام عبد الله ابوها طلب مني مهرة ناقة، فصلت ودفعت عنزتين. ناقة؟ عنزتين؟ انا هذا دم عنتر من الشداد ولا ايه؟ بس والله يا ابو عبد الله انا حاولت معاها، تعبت عليها كتير، هي منشفه دماغها وش فاق. بس ما تقلقش يا ابو عبد الله، انا مش هرجعك بلدك مكسور الخاطر. انا في عروسه ليك كده. كيف؟ انت جالي عندي يا ابو عبد الله وبعزك جدا، انا مستعد اسيب لك خطيبتي، وهي على فكره كمان زي القمر، ومش هاخد فيها كلاوي ورجل كتير، هاخد فيها 50,000. ايش الخربطه اللي عمال تحكي فيها؟ كيف اتجوزني خطيبتك؟ أنا أبتغي زهرة قلبي ما قادر ينساها. يا ويل يا ويل، مجهول بالمرة. أوف 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 أوف. ازيك يا منتصر؟ ازيك يا كابتن ماجد؟ إيه كنت مختفي فين اليومين دول؟ يعني محدش شايفك. جالي شغل زيادة يا سيدي. الله يقويك. أخبار الحاج إيه؟ اسكت اسكت يا كابتن ماجد، الحاج وزوجتك وقع لشوش في اليومين دول. اه والله. وقع في ايه؟ في الحب طبعا. ومين المره دي؟ يعني انت مش عارف؟ زهرة الممرضه تقلب الدنيا عشان ترجع. هو اللي قلب الدنيا؟ ده انا اللي كلمتها وترجتها عشان ترجع الشغل تاني. خص عليك يا راجل، بقى تجامل وزوجتك وتضر اختك. ايه اللي انت بتقوله ده يا منتصر؟ انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ يا راجل وفي ظرف الحاجات اللي زي دي؟ طب ده جوز اختك كان عنده استعداد يهدي المستشفى عشان ترجع. يهدي المستشفى ده ايه؟ ده كان عنده استعداد يبني لها مستشفى جديده من بابها. اسكت اسكت يا كابتن، ده جوز اختك اليومين دول حالته صعبه قوي. طب الممرضه دي فين دلوقتي؟ فوق عنده حاكم عليها، ما تغيبش عن عينه لا ليل ولا نهار. وهي موافقة؟ إلا موافقة، طبعا موافقة، مش هتقبض الثمن. طب ده أول ما رجعت راح مديها 2000 جنيه. ما عارف مين اللي اداها 2000 جنيه كمان؟ الست حليمة والست فهيمة. هيدوها 2000 جنيه إزاي؟ ده هم أساسا مش طايقينها. هو جوز أختك اللي أمرهم.
هي خدت الفلوس؟ قرار قرار في ممرضة هترفض 2000 جنيه انت مش طالع له يبقى سأله. بس بقول لك ايه عشان ما تقولش ان انا ما قلتلكش خد بالك لان الحج ممكن يقلبك ويخليك تدفع لها كل اللي في جيبك. اه والله استغفر الله العظيم. بتلوين ايه يا زهرة؟ ايه في ايه؟ ثلاثة اختصبوها والدكتور فهمي بيقول محتاجة عملية. هو ايه اللي حصل فيه ايه؟ لانها العجل عملتها معانا. هو ده وقته برضو؟ مش عارف صباحنا بوش مين النهارده. فين العجله دي؟ انت العجله يا